دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي تكون الحصه ديالنا الاولى، غادي تكون حصه العصا باي عمود عندك في الدار ديال الشطبه ديال الجفافه، لمده ساعه كامله نخدموا فيها الجسم كامل، اليدين، الكرش، الارداف. تابعي معنا الحصه من الاول للثاني وغادي تكون طوب ان شاء الله. ونتمنى تعجبك الحصه وخليو لنا لايك وزيدو خليو لنا الكومنتير باش نعرف الاقتراحات ديالكم وشنو هو اللي خصنا نزيدو نحسنو في القناه ديالنا باش تعجبكم. ونحاول ديروا مشاركه باش كلشي يستافد ان شاء الله، خصوصا في هذا الحجر الصحي، لان البنات واحد الملاحظه ناويه ندير لايف مورا العيد ولكن القناه مازال ما وصلتش 1000 مشترك، قالوا خاصك توصل 1000 مشترك عاد باش تفعل القناه ونبقى ندير معكم اللايف. لذلك دعمونا بالمتابعه الله يحفظكم، ونتمنى تعجبكم الحصه وراكم معنا. يلا نبداو على بركه الله. يلا نبداو البنات على بركة الله. تمشي في بلاصتك واحد 30 ثانية ولا 40 ثانية اللي قدرك الله عليها. واللي عندها الظهر ولا الركبه تخدم اي بشويه اي بهذه الطريقه، عرض بطيء هكذا بشويه عليهم. يلا البنات ننتقلوا للحلقه الاخرى ولكن حتى نسوفليو شويه، تمشي شويه بلاصتك. يلا مع اليدين دور مزيان قدام، ديما السفل طلعي بنيف خرجي، ديما يديك موقفه مزيان باش تخدمي العضل ديال الظهر، وديما الكرش داخله والظهر مستقيم. ايه رجعوا الله 1 2 3 4 كيما قلتلكم ما تنساوش كرشكم خارجة، لأن شحال ما دخلتيها كتحاولي على الظهر ديالك، سيس الظهر مستقيم. نزيدو واحد 10 هنا نبدلو الحركة. مع التحرك ما توقفيش، يديك هكا حطي صبعك على كتافك ودوري مزيان، والسوف دائما طلعي بنيفك وخرجي بكم. نعاودو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 نقلبو اللور 1 2 3 4، ديما ما تغفليش كرشك داخله وظهرك مستقيم. ادس هنا يديك في بلاصتهم وانتي بلعي وحلي. Thanks.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 دائما نصيكم اللي كبيره ولا اللي عندها الظهر الاربع ما تزلمش في الحركات. ان شاء الله غادي نهزو العود ديالنا ونبداو. ما تنساوش البنات ديما قدامكم الماء تشربي كميه قليله على حسب لتر ديال الماء، ولكن قسميه على الحصه كامله ما تكثريش لان باش تقدري تحركي، ولكن ضروري تشربي. يلا البنات بدنا نبداو العود. يلا تابعوه، ها حليو بالعين، ها جيبي العمود عند الصدر ديالك ودفني قدام. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دائما الظهر مستقيم والكرش داخل البنات. 3 4 5 6 7 8 9 10. دائما اللي مريضه ولا ما تقدرش ولا عندها ثقل بزاف تحاول دير بعرض بطيء. 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دابا من فوق صدرك الفوق، حاولي تجبدي يديك مزيان واخا ما غايبانولكش انا يدي الفوق بزاف، ولكن راني مجبداهم مزيان. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Derrière 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Soufflez. نصف ليها مليح وخرجي الفم وانتي تحركي ارتاحي. جبدي يديك لتحت مزيان، سوف من هنا طلعي فوق، هنا لاحظي طلعي كان عند صدرك، دفعي لتحت وطلعي. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. عاودي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تانية 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ارتاحي ديما السوق والشربي جنب ماما. البنات هنا العمود توقفي هكا مزيان، وقفي رجليك مسرحي مزيان مستقيمة كرش داخلة وظهرك مستقيم. حاولي يكونوا يديك غاديين نيشان مع كتافك، هنا باش إلا مجاتكيش الصورة هنا واضحة باش تكوني فاهمة. يلا وغادي تكتبي بحال تكتبي شي هيك، رجلينا تسبق ليسار ترجعي لنا. 1 2 3
المهم البنات نكملو هنايا، غادي توقفي بهاد الطريقة هادي وتمشي أن كتدفعي بجهة وحدة دو توا كات بلا ما نوصيكم ديما الكرش داخلة مزيان والظهر مستقيم كات سانك سيس سات ويت نوف dix, un, deux, trois, quatre, cinq, six, dorim bien, je te remets le nap, ou le tap, neuf, et j'y apprends, un, deux, trois, quatre, هذه هي الطريقة هذه، هذه تكوني حالة بهذا المستوى، تجي في الفوق،
يدي مزيان الظهر مستقيم يديك مجد يدي الله مزيان سرحي مزيان بس شوف حاولي تفك السجن مزيان
يلا هالبنات احنا يدينا اللور بيكون فيها طاق وتخدمي ان فوق دو تخوا كار هنا تجي يديك مزيان سان سيس ست ويت نوف ديس عافية ان دو تخوا كار سانك سيس ست ويت نوف ديس بلوكي هنا ان دو تخوا كار سانك سيس ست ويت نوف ديس الفوق ان دو تخوا 4 5 6 7 8 9 10 ارتاحوا شويه وشربوا الماء. نعمل الحركة البنات وخما توضح لكمش الفيديو، راني كنمشي على مستوى الكتف، العمود يطلع على مستوى الكتف، 5 دايما نظهر مستقيم كرش داخلة، 6 7 8 9 10 الإضاءة شوية راها ناقصة حيت الليل، 9 10 1 2 ديما السوفل تمعي بنيه تخرجي الفم 5 6 7 8 9 10 الجهة الأخرى غادي بنفس الطريقة نديرو الجهة الأخرى يلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 سوفلي وشربوا المهم البنات هنا الحركه كيفاش غادي تكون غادي يرشي تكون سرحه الله مزيان ديها مزيان على صبع رجليك يديك الجبين فوق مزيان وطلعي هنا هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 عاودي 1 2 3 4 5 6 7 حاولوا تكونوا البنات ما تعجزوش 5 6 7 8 9 10 من تكمليها غتبلوك هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 سوفلي ونديرو الجهة الأخرى 1 2 3 4 ديما جبدي ظهرك مزيان 6 7 8 9 10 اللي ما قادراش دير غير حركه اي بشويه عليه غير 2 3 4 واللي قدرت تسرع اكثر من هكا تسرع اكثر من هكا 7 9 10 تاليا 1 2 3 4 5 6 7 8
مهم البنات دابا غادي نمدوا بهذا العمود نخدمون حركات ديال الكرش في الارض. عندكم شي طابي ولا شي حاجه اللي تكون مريحه للظهر ديالكم باش ما يوجعكمش، ضروري تكون شي حاجه شويه غلابه. يلا نبداو على بركه الله. يلا البنات نكملوا هنا الكرش بهذه الطريقه هنا. 1 2 3 كرش ديما حاولي تدخليها مزيان. 4 5 6 7 8 9 هاد الحركة اللي هنا سهلة وخا تقدري ديري بها حتى 60 ديري بها. 6 7 واحد الملاحظة أن العمق ديالك ما يلصقش مع الصدر ديالك، العمق يبقى عندو هاد الفاس هنا. طلعي بهاد لاباتين هنايا بلاصتهم، المعدة ديالك هي اللي هي اللي كتضغط هنا. 1 2 3 4 5 يلا 7 8 9 10 تايا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8. يلا هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هنا غادي نكملو هنايا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. حاولي تبين مزيان باش تخدمي كرش صغيرة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. عاودي تاليا 1 حاولي رجليك ما يتحلوش. 4 5 6 7 8 9 10. جيب رجليك1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
3 5 6 7 8 9 10 وجمعين لي كوتان هنا الناس جمعين يديرها طريقة تستمر سفلي بعد السفل ديما تنساوش وكل حصة ديال الرياضة معايا حاولي تفرقي لتر ديال الماء تشربي كامل فرقيه على الحصة تشربي دقة وحدة تشربي غير على حساب واحد الانتجاع صغير ما بين كل حركة وحركة يلا البنات رجلين مجموعين حاولي تكون صغيرة مزيان يدين تسخين شدة في العمود هنا ودفعي لي 1 2 3 بالنسبة
كاين بزاف اللي كيتقدروش غادي كاين موصوفي غتوصلي ليه هنا المهم دي هكا حاولي تجبدي لاقصى درجه تقدري عليها المهم تكملي 1 2 اليوم ما توصليش بالضبط ملي توصلي 4 5 6 7 8 9 10 دابا هنا ما فينا نجينا هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 مهم هنا غادي ترجعي لرجلي تخدمي هنا شوف من العين بلوكي هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 يلا حبيباتي وصلنا للنهاية ديال الحصة ديال اليوم نتمنى تكون عجباتكم هذه غير كتجربة إلا عجباتكم شجعوني وقولوا لي زيدي لنا أخرى وإن شاء الله غادي يكون الجديد اليوم غير الليل ورمضان بغيت نبدا معكم أول فيديو باش تشوفوه وباش تشجعوني وإن شاء الله المرة الجاية نصوره بالنهار ويكون إن شاء الله التصوير أوضح من هكا يلا في أمان الله وحفظه وعيدكم مبارك سعيد وعشكم مبروكة في أمان الله.